هلا مرحبا شباب، الله يسعدكم يعطيكم العافية. نحن اليوم في مسجد قباء ونشوف الازدحام كيف مسجد قباء الآن بعد موسم الحج. طب يا اخوان ما شاء الله تبارك الله، نحن الآن في مسجد قباء يعتبر على أذان العشاء. لسه الآن يمكن بعد 5 دقائق على أذان العشاء. ما شاء الله تبارك الله، لما تجي في مسجد قباء تراني حوالين مسجد قباء كلها أماكن تاريخية، من مزارع، من آبار، بئر الخاتم، بئر اللي بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالجنة، وسوينا حلقة كاملة على الموضوع ده. المساجد حول مسجد قباء ما شاء الله كلها يعتبر مساجد تاريخية وأثرية. يخشى حقيقة إذا مر بمجالس العلم ومجالس العلماء، يخشى حين يترك هذه المجالس أن يصيبه شيء من ذلك. إذا كان العلم الذي يعلم في ذلك هو محتاج إليه، والله يا اخوان الحمد لله اول ما اجي مسجد قباء لازم تصلي ركعتين عمره حتى تستفيد من المكان ده. وزي ما انكم شايفين ما شاء الله تبارك الله يعتبر ما في ازدحام، وفي ما شاء الله محاضرة عن العلم داخل مسجد قباء، فما شاء الله تبارك الله ما في اي ازدحام. ومن ضمن التطويرات اللي صارت اللي هو موية الزمزم ما شاء الله تبارك الله داخل مسجد قباء، كانت جراكل الان زي ما انكم شايفين ما شاء الله شيء مرتب على الاخر. الله يسعدكم ويعطيكم العافية. نحن وصلنا نهاية حلقة اليوم، اعطونا رأيكم في التعليقات ونشوفكم في الحلقات القادمة. السلام سلام.